اتصلت فيي وقالت لي: يا رجا، أنا مصدومة، أنا ما عاد أعرف الناس شو مالها بهالأيام. الناس كلياتها صارت قاسية وبتعملي معروف معها وما بتلاقيه، والناس صارت كلياتها تنهش لحم بعضها. فاسمعوا شو إجابتي لإلها. أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. اليوم أنا حابة أحكي على موضوع مهم كتير، وهذا الموضوع هو ليش الناس والصداقات بتنتهي من حياتنا، وليش الناس بتعاملنا معاملة مش كويسة لما إحنا منعطي من قلبنا ومنعمل كل إشي بطاقتنا لنساعدهم. So خلينا نحكي بهيدا الموضوع شوي. أول إشي، أنا مريت بنفس التجربة اللي صديقتي اللي تلفنت لي وعم تحكي على مشكلتها. القصة إنه في كتير ناس عندها العطاء من غير حدود، وبتضلها تعطي لكل الأشخاص اللي حواليها، وبكون عندها صداقات كتيرة، وبعدين بيجي وقت بتلاقي هاي الصداقات بدأت تزول وتدوب زي الملح بالمي، وأصحابنا بصيروا يعملوا إشي اللي هو بيضايقنا وبيخلينا نحس إنه ما في قيمة لهاي الصداقة. يا ترى ليش هيك؟ شو السبب إنه بعد العطاء اللي إحنا منعطيه وبعد الصداقة اللي إحنا منعزها فجأة بتغير كل شيء؟ فجأة ببطل في إشي اسمه صداقة؟ ببطل إشي اسمه محبة؟ طب يا عمي شو اللي صار وليش صار هيك؟ أول شي بحب لكم إياه، إذا أنتوا من الناس اللي بتعطوا وبتعطوا بصدق ومن غير ما تستنوا حدا يرد لكم العطاء هيدا، وعم تعطوا من قلبكم علشان تردوا ربكم وضميركم، لما تغيروا طريقتكم. بس خليني إلكن بالفيديو الجاي هأحكي على العطاء، بس هلأ بدي أحكي على موضوع الصداقات وليش الصداقات بتنتهي. إحنا منضلنا زعلانين أوقات كتيرة لما ناس بتدخل بحياتنا وناس بتطلع من حياتنا، وإحنا خاصة بالمجتمع العربي كتير منحط وزن على العلاقات الشخصية وعلى العلاقات اللي بين الأفراد، إن كان بالعائلة أو المجتمع الأكبر، الدائرة اللي حوالينا أو المجتمع ككل. فعلشان هيك بنزعل كتير لما في صداقات بتنتهي، خاصة لما إحنا ما بنعرف ليش انتهت، أو ليش الناس بادلونا المحبة بكره أو عداوة حتى في بعض الأحيان، أو ليش بادلونا الإحسان بالإساءة. فخليني إلكن إياها من منطلق أجين من علم الطاقة والذبذبة، علشان تكون الأمور أسهل إنكم تفهموها. فإحنا كل واحد فينا بطريقة أفكارنا وأحاسيسنا الطاقة تبعتنا بتكون بتتذبذب بفريكوينسي أو ذبذبة معينة، وبكون حوالينا ناس اللي بتعكس هاي الذبذبة، الناس اللي إحنا منجيبهم لحياتنا وأتراك ذم ومنجذبهم، لأنه إحنا الناس هيدولة
قاعدين بتذبذبوا بنفس المستوى اللي احنا متذبذب فيه. بس اللي بصير بعد وقت ممكن انا ذبذبتي تتغير، لانه وقتها بصير مثلا وسعت مدارك فكري، او اتعلمت شغلة جديدة، او رحت ودرست اشي جديد. فهيدا الدراسة، هيدي الدراسة، هيدي المعرفة الجديدة وسعت مدارك فكري، غيرت من الطريقة اللي أنا بفكر فيها. وكل الأفكار انرجي، طاقة. فهلأ الطاقة تاعتي أنا اتغيرت، فباللي بصير الناس اللي حوالينا بحسوا كمان إنه إحنا ما عدنا متناغمين مع بعض، ما عم نعزف نفس الأوتار على البيانو. وحتى لو في إشياء كتير مشتركة بيننا، بس ذبذبتنا ما عادت متناغمة مع بعض. فعلشان هيك بصير شوي شوي تباعد بينك وبين الطرف الآخر، والطرف الآخر بصير بحس فيها. هو مش لأنه أنت غيرتي العطاء تبعك، مش لأنه أنت بطلت تحب الشخص الثاني، بس لأنه صار في الطاقة، صار فيها تنافر، ما صارت التجاذب اللي كان موجود في البداية. فعشان هيك الناس بتصير تبعد شوي شوي عن بعض. فالسبب الحقيقي لخسران صداقات في حياتكم انه انتو خلاص ما عدتوا تتذبذبوا بنفس الطريقة. الطاقة تاعتك غير عن الطاقة تاعت صديقك. فعشان هيك ما نزعل لما الناس تسيب حياتنا، بالعكس المفروض احنا نقعد ونشوف ايش الدروس اللي استفدنا منها او تعلمناها من وجود هذا الصديق في حياتنا. وعلى هاي النقطة انا حنهي موضوع حلقة اليوم، وحأشوفكم بالحلقة الجاي لما احكي على موضوع العطاء نفسه، بس مش من منطلق الطاقة، نحكي عليه من منطلق تاني اللي هو منطلق تطوير النفس. شكرا كتير على وجودكم معي، وبليز شاركوا الفيديو، اعطونا thumbs up، علقوا على الفيديو، قولوا لي، احكوا لي هل مرقتوا بهيك اشي؟ لانه انا كمان مرقت بهيك اشياء كتيرة، واوقات كتيرة في صداقات انتهت من 30-40 سنة، ولهلا لما تيجي ببالي هاي الصديقة بقول يا الله ليش طيب انتهت هاي الصداقة. وانا يمكن ما اعرف ايش السبب، بس زي ما قلت لكم السبب بيكون في تغيير بالذبذبة والطاقة تبعتك وتبعت الناس اللي حواليك. ولما احنا نرتقي بطاقتنا وبتفكيرنا، حتلاقي شوي شوي الناس حيختفوا من حياتك، وحتجذبوا ناس تانية اللي في تناغم في الطاقة وتلعبوا على الأوتار نفس الطريقة. وعلشان هيك بتكون حياتكم وقتها سعيدة أكتر. فما تحزنوا لما الناس التانية تطلع من حياتكم، لأنه الجاي أحسن. يلا الله معكم، باي باي، أشوفكم المرة الجاي على خير، مع السلامة، باي باي.